وللحديث عن تهديد الجماعات الصهيونية ينضم إلينا من اسطنبول مخلص برزق، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. سيد مخلص، مرحبا بكم. بداية، كيف تسير التحضيرات لصلاة عيد الأضحى غدا في القدس لمواجهة تهديد الجماعات الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المسجد الأقصى المبارك الذي يراد أن يفصل عن توأميه، المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام، ويراد أن يستفرد به وبأهله، يراد أن يدنس يوم العيد، وأن تطبق سياسة التقسيم الزماني والمكاني المرفوضة شرعا ودينا. ويعني هذا الأمر يعني الذي نراه الآن عندما يتجاهل حتى الحديث عن المسجد الأقصى على وقفة عرفة، ووالله إن الوقفة للمسجد الأقصى المبارك وتحريره وتطهيره من الاحتلال لهو أولى وأجدر بالأمة من وقوفها بعرفة. على العموم، المرابطون وأهل بيت المقدس بإذن الله تعالى كلهم على قلب رجل واحد، أعلنوا ألا صلاة في أي مسجد في القدس إلا في المسجد الأقصى، لا صلاة للعيد إلا في المسجد الأقصى المبارك، وجعلوا صلاة العيد بدل أن تكون الساعة 6:30 الساعة 7:30، كي يتزامن ذلك مع الموعد الذي وضعه المستوطنون أو شراذم وقطعان المستوطنين الذين يريدون أن يدنسوا مسجدنا الأقصى المبارك، وجعلوا المعايدة أن تكون معايدة العائلات داخل المسجد الأقصى المبارك، فهم في رباط. أسأل الله تعالى أن يشد أزرهم وأن يتقبل رباطهم، وأجلوا ذبح الأضاحي بدل أن يكون في اليوم الأول من العيد أن يكون في اليوم الثاني. نعم. تمريرا أو مواجهة لهذه الاقتحامات المجرمة. طيب سيد مخلص، يعني أمام كل هذه الاستفزازات الصهيونية، هنا يتساءل ربما المواطن العربي الإسلامي، أين مسؤولية الدول العربية والإسلامية في ربما يعني على أقل تقدير في إعلان موقف معلن لرفض ما يجري على الأراضي الفلسطينية وعلى المسجد الأقصى المبارك؟ هذه الهجمات على المسجد الأقصى أصلا يعني هو الذي استثار والذي فتح شهية المستوطنين والعدو الصهيوني، هو ذلك الهجمة الموازية من بعض دولنا العربية، هجمة تطبيع مع الكيان الصهيوني وهجمة مغازلة للكيان الصهيوني. هذا الشيء أغراهم بأن يصعدوا من تهويدهم للمسجد الأقصى المبارك. بتنا نرى أناسا من بلاد الدول العربية يذهبون بكل صفاقة وبكل وقاحة ليطبعوا مع الكيان الصهيوني، ولا تحسبهم حكوماتهم، ولكننا نقول إن الأمل بإذن الله تعالى في الله عز وجل، ثم في الشعوب الحية التي يعني هي التي نعول عليها وليس على الحكام. هذه الشعوب هي التي لا تفرق بين فلسطيني وجزائري ومغربي وعراقي ولبناني، كلهم يعلمون ويجعلون المسجد الأقصى المبارك هوية لهم، وهم بإذن الله تعالى هم الجديرون بأن يدافعوا عن مسجدنا الأقصى المبارك وأن يدعموا إخواننا المرابطين هناك في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. طيب سيد مخلص، ماذا تتوقع من الاحتلال؟ ما الذي سيفعله يوم غد؟ وكيف سيكون رد فعل الشعب الفلسطيني إزاء كل ذلك؟ والله شوف، هذه يعني المحاولة حصلت أيام البوابات الإلكترونية، ويومها تداعى إخواننا وأهلنا في القدس وأفشلوا مخطط البوابات الإلكترونية. وأنا أقول إن هؤلاء المستوطنين هم جبناء، والكيان الصهيوني كيان هش ويخشى من غضبة أهل القدس، وبإذن الله تعالى سيفشلوا محاولاته كما أفشلوها في السابق. ويعني
دون الأقصى تسيل الدماء ترتقي الأرواح والشهداء بإذن الله تعالى. هذا يعني خط أحمر والله لا يمكن أبدا أن نقبل بأن يدنس أقصانا أو يقسم بيننا وبين قتلة الأنبياء. من اسطنبول مخلص برزق عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.